إخوان أخوات مغاربة داخل وخارج أرض الوطن، السلام عليكم. مرحبا بي عندكم من جديد، فيديو جديد. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. قلتي لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خوتي، الجار ديالي الباب في الباب توفى هذا الصباح، والخبر ماشي هو الوفاة ديال الجار ديالي، مسكين. اللهم اغفر له وارحمه وارزق ذوي الصبر والسلوان. الموضوع هو هاد المرض، هاد الجائحة. لأن بزاف الناس كيشكوا في هاد المرض، وبزاف الإخوان في القنوات، عندهم قنوات كينفيو أنه كاين هاد المرض. وانا بغيت نخلي واحد الرساله، وبغيت قبل كل شيء تبارطاجا هذا الفيديو باش الناس يوعاو بخطوره هذا المرض. لان هذا الشيء اللي غادي نقول لكم انا بيدي، راه كنت بحال بزاف الناس، يعني كان شكك ماذا، ما عمري شفت شي حاله ولا هذا، كان دائما كتبقى ديك العلامات الاستفهام هذا. ولكن الوفاز ضبالها هواري، مسكين ضبالها هواري، اللي واحد الرجل من اطيب خلق الله. زعما الصراحه هذا الصباح والله العظيم واحد الصدمه. يعني سمعنا القران في العماره، وبحكم حنا عارفين هو انجليزي هو الزوجه ديالو، هنا باش كاين، باش ما يقوليش شي واحد لا والموت كاينه دائما، وهذا بزاف على هاد كاسواليداد، بزاف على هاد الصدفه هذه. لان السيد اما الزوجه ديالو ولا هو واحد عدا واحد، وجوج بيهم انجريسادو سينكوما، يعني جايبين مده يعني تقريبا 15 يوم وما ينكوما بهذا المرض. ما يمكنش يكونوا هما مصابين بشي مرض اخر وجوج بيهم. يعني حنا عارفين هذا المرض هذا هو اللي اللي الانسان كيعادي بعضياته. المهم بلا ورينا، قلت لكم يعني واحد الراجل سيد مسكين في التقاعد، ولكن باقي صحيح، باقي راجل، وراجل طيب طيب بزاف. هي الصراحه حنا تشوكانا هذا الصباح، لان كيتلقاني في الدروج مسكين، ما يتلقش منك وليداتي، كيتلقاهم ثلاثه يبقى يدرع ويبوس فيهم من دايما مسكين، جايبين سنوات في هذه العماره. زعما الراجل اش غادي نقول لكم، انا لله وانا اليه راجعون. صافي هادشي اللي نقولو اخوتي. زعما واحد الراجل محبوب، محبوب هنايا في الحومه فين كاينين حنا، وكاين المغاربه بزاف، وهذا من دوك الناس اللي كيكونوا وباش يعجبك اكثر. يعني الصلوات الخمس كلهم في المسجد، كلهم في وقتهم، من الفجر حتى العشاء، دائما دائما يجي الفجر في نص الليل، يجي في الصباح في البرد هذا. زعما اش غادي نقول لكم، قلال وقلال زعما الصراحه في هذا الوقت هذا، قلال الناس حابه الهواري مسكين. والله العظيم زعما حنا تاثرنا واحد التاثير كبير. حنا غير سمعنا القران، والسيده ديالي كتقول لي بلا هواري مسكين هذا، وقيلا يعني لان غريب تسمع القران على الصباح بكري هيدا هنا في كاين حنا، كتسمع القران هيدا الجمعه هيدا في نص النهار شويه هذا، ولكن على الصباح يعني. انا بقى السيده ديالي بقى كتهضر، وغيت تسول اختها ولا هذا، وواحد الصديق ديالي طارق مسكين هو يصيفط لي ميساج، قال لي بلا هواري رحمه الله. وقلت له سبحان الله، يعني الظن ديالك كان في المحل ديالو. المهم من هذا الفيديو هذا كامل اخوتي، وهو ان الناس اللي كيقولوا باللي المرض ما كاينش وباللي غير مؤامره، وهاد الهضره هذه خاويه. انا بعدا هاد مؤامره ما عارفش، انا هاد المؤامره كيقول لك مؤامره من باش الاقتصاد، ما عارفش اني كنعيا ما ندور، وكنقول انا هاد الناس بالعكس هما هاد الناس اللي خاسرين. من شي واحد اذا سمع الفيديو ديالي يمكن يوضح لي اكثر ولا يشرح لي اكثر، لان مره كنسمع، وكاين الناس اللي مركزين على هذا الموضوع هذا باللي المرض ما كاينش وهذا. وعلاش غادي فعلا كاينه واحد التضخيم شويه من الناحيه ديال الاعلام، يعني وسائل الاعلام فعلا كاين تضخيم شويه. ولكن باش تقول المرض ما كاينش وتدي معك واحد الموجه الناس، انا عارف كاينه الناس اللي غادي ما غاديش يعجبهم كلامي ولا هذا، وانا كنعاود لكم هذا الشيء يعني عشته قبل. فعلا كنعيشوا حالات كيعاودونا الناس، ولكن كيكونوا بعاد شويه. ولكن بلا هو غريب الباب في الباب، وانا قلت لكم ما غاديش تكون الصدفه حتى لهاد الدرجه انهم جوج بيهم، السيد رحمه الله توفى والزوجه ديالو، يعني الحاله ديالها يعني جد حرجه، واش فهمنا.
وانا قلت لكم السيد يعني ماشي شي واحد، انا كيبان لي السيد صحيح يعني، واخا هو كبيبر ماشي كبيبر يعني، السن ديالو ما نقدرش نعطي السن ديالو، ما يكونش فايت 70 وقيله، يكونش فايت 70، ولكن من ديك الناس اللي باقي شابرين في راسهم. انا قلت لكم يعني الناس الصلوات الخمس كلها يعني في المسجد معروف هنا، انسان نشيط. انا قلت لكم كيتلقاني الغريب في الامر هو الوالدين ديالي مساكن، والدين كبار في السن وجايبين يعني مده، خصوصا الاب ديالي مده هو يعني مريض في الدار ما كيتحركش، وديما كيجلس معايا ويسولني عليه ويبقى يسولني عليه بالتفاصيل. يعني واحد الانسان كيسولك على واحد الانسان اللي زعما هو راه كبير في السن، راه هو في الكوما، راه هو مريض، ولكن سبحان الله يعني الموت يعني ما كتفرقش بين الصغير والكبير ولا المريض ولا الصحيح يعني. المهم انا هذا الفيديو هذا كامل هو يعني باغي ناكد باللي المرض راه كاين، المرض كي دور، نردوا بالنا وما نبقاوش نسمعوا اي واحد يقولنا يعني شي. بعض المرات كيخرجوا هنا مانيفيستاسيونيس، ما كاين شي، ما هذا. انا ما كنتش الناس غادي يعني شحال شحال الخسائر كاينه، مثلا نعطيكم غير مثال بسيط، في بزاف ديال الامثله جد بسيطه يعني، كاينه بزاف ديال هذا. الانسان خصو ما يمكنش، هما بالعكس هما الناس هادو اللي كنقولوا حنايا هاد الناس كبار وهذا، بالعكس هما اللي خاسرين. مثلا نعطيك غير مثال بسيط، مثلا بحال الملاعب الكرات شحال ديال المداخل راهما خاسرين منها، ماشي غير دابا هذا غير مثال بسيط، بالعكس هما اللي كيخلصوا. انا كيبان لي هكذا، اذا غلط شي واحد مثلا يردني الطريق فهمني، واش تفهمنا؟ المرض كاين اخوتي، كاين المرض، ودابا تاكد ماشي غير هو، عاوتاني واحد السيد صديق ديالنا هو والزوجه ديالو، يعني الناس قرابين وقرابين بزاف. كاين الناس كيقول لك نو راه ماتوا بامراض اخرى وهذا، وكيلبقوا لهم باللي ماتوا نورسي، ولكن انا الحاله ديال با الهواري اللي هو الجار ديالي، الباب في الباب، انسان بحال نقول لكم بحال واحد الانسان كنحترمه بحال الوالد ديالي، يعني واحد الطيبوبه، واحد هذا يعني جايب مده انغريسادو بهذا المرض هذا، ودا جايب واحد 15 يوم مريض بهذا المرض هذا، ودابا السيد يعني رحمه الله وبهذا المرض هذا كان انغريسادو، كان يعني داكشي ديال لاوسي، داكشي ديال الاكسجين وهذا، والسيده ديالو يعني باقا انغريسادا، يعني حتى هي باقا الحاله ديالها باقا في حاله حرجه يعني في الخطر. واش فهمنا؟ يعني بجوج بهم هما غير بوحديتهم في الدار، هما غير جوج ولادهم كبروا وتزوجوا هذا، ولكن هما بوحديتهم في الدار، يعني هذا السقف هذا يا اسطى، ما كاينش شي حاجه يقول. دابا هنا في الحالات اخرين نقولوا ما ربما على حسب ما كيتقال باللي راه ماتوا شي امراض اخرى، ولا كان فيهم شي امراض اخرى وتوفاوا ولا هذا، ولكن ما كاينش شي امراض اخرى اللي كتعادي واللي غادي يكونوا بجوج بهم يعني في نفس المده، يعني في الطبيب ولا في نفس الزمان اللي حنا فيه يعني في الطبيب ولا هذا. اذا هنايا كاينه المرض كاين اخوتي، وما بقاوش غير نهضروا يعني بدون معرفه، غير تابعين الموجه، لا ما كاينش يعني بزاف ديال الناس مثلا فيسبوكيين ولا المهم، دائما ملي كاين شي واحد كيخرج شي حاجه ولا هذا كنتبعوه وصافي. حنا كنسمعوا فعلا، حنا حتى حنا عندنا شكوك، ولكن انا بالنسبه لي دابا كاين التاكيد باللي المرض كاين، نردوا بالنا على راسنا وعلى وليداتنا، ويعني ونلتزموا بهذا الشيء اللي كيقولنا هاد الناس ما كنظنش انا بين عشيه وضحاها ناضوا يشدوا كل شيء، ناضوا يعملوا لنا الكمامات، يقطعوا التعليم، يقطعوا الخدمه، ويخلصوا هما ويعملوا هما، وتقول لي واذا كانت مؤامره، اذا كان شي ارباح مر هاد الشيء هذا، ولا كيبان لي هما اللي كيخسروا، هاد الشيء اللي كيبان لي، غادي يوقفوا الاقتصاد، غادي يوقفوا العالم، هذا باش يعملوا مؤامره. مصيبه. انا نخلي هذا الفيديو هذا ايضا الخلاصه، وهو المرض كاين اخوتي، ردوا بالنا. انا قلت لكم راه الجار ديالي الباب في الباب مسكين مات بهذا المرض، ما تقوليش راه لا شي مرض اخر ولا هذا ولا، ولهذا الانسان بعدا ميم هو ما متاكدش 100% ما يبقاش يهضر مثلا، هو في نفس الوقت هو تشجع الناس اخرين باللي راه المرض ما كاينش وباللي صافي، حتى هما ما يعني لا يبالون بالمرض ويعملوا اللي يبغاو، واللي بغى يحيد الكمامة يحيدها ولا. المهم اخوتي ما نطولش عليكم بزاف، انا قلت لكم هذا الخبر هذا كان لابد يعني نشاركو، وفي نفس الوقت هو رساله ولا ميساج من هاد الناس اللي كيقولوا ما كاينش المرض وراهم كذا وراهم كيخلعونا وراه هذا.
المهم هذه الحالة هذه الباب في الباب يعني الجار ديالي في العمارة ديالي يعني وقعت شي هذا وما كاينش شي مرض اخر ولا هذا نفس المرض اللي كنعيشو دابا حاليا. تهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.